من السودان، حيث دعت قوى الحرية والتغيير السودانية إلى العودة لجداول التظاهر والاحتجاج الأسبوعية مرة أخرى، وتواصلت معها في المقابل التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلق الناشطون هاشتاجي مظاهرات 18 يونيو ودفتر الحضور الثوري للاستمرار في النضال والتنظيم والعمل الثوري وصولا للسلطة المدنية. وتفاعل السودانيون عبر منصات التواصل مع دعوة قوى الحرية والتغيير إلى تجمعات ليلية في الأحياء والقرى والأقاليم للمطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية وإدانة مجازر 3 يونيو في جميع أنحاء السودان. وخرج السودانيون في مظاهرات بمدينة بورت سودان شمال شرق السودان ومدينة أم درمان من أجل تأكيد مطالبهم الأساسية في تسليم الحكم في الفترة الانتقالية إلى حكومة مدنية والتنديد بمجزرة 3 يونيو حزيران. تجمع المهنيين السودانيين قال قبل قليل في تغريدة على تويتر إن الانقلابيين أخطأوا الحساب حين ظنوا أن الإفراط في القتل والإمعان في الترويع في مجزرة القيادة العامة وما تبعها من جرائم في مدن وقرى السودان كفيل بأن يطفئ جذوة ثورة شعبنا الباسلة.